اسمع الصدمة وانتبه، لا تاكل فواكه وايد لان راح تضر جسمك وتسوي دهون على الكبد. يمكن شخص الحين يقول يلا عاد يلا فواكه هذول شيء مالوت الله، كل شيء الله خالقه، كل شيء مال الله، ولكن زيادة الفواكه تضر جسمك. انزين مو عاجبك انا ادري مو مشكلة، ممكن تاخذني بهالدقيقة على قد عقلي، خل ويطلعوا لك فيديوهات وايد، خل هذا شوفه اسمع تفاصيل. شوف في عندنا نوعين من السكر، واضح واضح ليه حين كلامي واضح للصغير والكبير يعرف. عندنا نوعين من السكر، انت ممكن ما تعرف انت شنو هما، عندنا جلوكوز وعندنا فركتوز. شنو جلوكوز فركتوز؟ انا اقول لك، الجلوكوز السكر العادي الابيض اللي لما تدب تشيز كيك لما براوني كاكاو، هذا اسمه جلوكوز، واضح واضح له الحين سهل. وعندنا فركتوز، شنو هذا الفركتوز؟ هذا فركتوز خاص اسمه سكر الفواكه، شفت الفواكه اللي ناكلها داخلها سكر، شنو اسمه؟ فركتوز. يلا ركز الحين بنبلش، ليش اقول لك عنه مو زين؟ شوف زيادته، ها شوف الجسم لما يدش داخل جلوكوز سكر العادي وين يروح؟ عند الكبد، الكبد يحوله شنو؟ الى صيغه جلوكوز. كثر ما تاكل سكر على طول الكبد يحوله جلوكوز جلوكوز جلوكوز، فمرتاح الكبد. ولكن الصيغة الثانية اللي هي شو اسمها؟ فركتوز، الكبد ما يقدر يحول وايد، يمكن 1 جرام 2 جرام 3 جرام، يعني حدك فاكة فاكتين باليوم بس. زين لا انا باكل وايد على ابو صحي، الكبد راح يقولك السموحة النوع هذا من السكر انا ما اقدر احوله الى صيغة فركتوز. فشنو راح تصير الزيادة؟ راح تترسب شرايينك، راح تصير دهون على الكبد. ليش؟ لان الكبد ما يقدر يحول هذا النوع. شلون الحين؟ اقتنعت ولا لا؟ لا انا مو مقتنع. اكل مانجا، اكل قبل لا تنام، اكل بعد فتره سوف احس، راح تشوف الكوليسترول زايد، راح تشوف وايد اشياء مخربطه. يا جماعه مو معناته كل شيء صحي يعني انا ادبه باعتدال، قلت لك فواكه